أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج تشويش واضح. بآخر أخبار الكورونا لاحظنا أنه وزارة الصحة تقريبا كل يوم بيطلعوا بيحكوا لنا عن آخر المستجدات، وعلى حسب كلامهم والحمد لله ما في عنا إلا إصابة واحدة، ونتائج الفحوصات الأخيرة لهاي الإصابة كانت سلبية. فمنحب نهني ونتمنى له دوام الصحة والسلامة، وإن شاء الله يرجع يمارس حياته بشكل طبيعي. بس يا أخي إحنا بالأردن مش مقتنعين إنه عنا بس إصابة واحدة يا أخي، هيك حاسين إنه الحكومة مخبية إشي. يعني معقول دول كبيرة ومتقدمة ومتطورة وعندها كل هاي الحالات وإحنا بالأردن بس عنا حالة واحدة؟ أي حتى بهاي حارمينا نكون في مصاف الدول المتقدمة؟ أي إذا أم العبد بنتها رأت وفد صيني، رأت يعني بس شافت الوفد الصيني بنتها ارتفعت حرارتها، بدك تقنعني إنه هاي مش كورونا؟ حمزة كان بيحضر مباراة ليوفنتوس وخسروا، ولعت معه وارتفعت حرارته، يلا يلا هاي مش كورونا، خلاص هاي مش كورونا. بنت جيراننا امبارح أكلت تشاينيز فود كان عليه فلفل حار وارتفعت حرارتها، مش كورونا. آه طبعا مش كورونا يا أخوان، مالكم؟ طلع وزير الصحة بالمؤتمر وحكى ورجع حكى ورجع عاد، اللي عنا حالة واحدة يا جماعة، بس حالة واحدة وهيها تتماثل للشفاء. يعني مش عارف كيف بدكم تصدقوا الزلمة، مش ضايل إلا إنه المؤتمر الجاي يطلع ويحلف ميت يمين إنه ما في عنا إلا حالة واحدة. معليش، تفضل تفضل يا ابني. سؤال، هو كم حالة كورونا عنا؟ حالة واحدة الحمد لله. يعني متأكد أنت معليك من هالمعلومة؟ نعم متأكد، حالة واحدة. طيب من وين؟ وحياتك حالة واحدة صديقي. يعني بس أنت ما بتعرفني عشان أكون صديق تعرف حياتي، يعني مش فارقة معك حياتي. وعرض الأخوة حالة، وحياة أمي حالة واحدة، أي أقسم بالله العظيم حالة واحدة. شكرا معليك، شكرا. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. أعلنت الحكومة عن مجموعة من الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، ومنها منع السفر واستقبال المسافرين من بعض الدول، منع إقامة المؤتمرات الدولية إلا اللي بتسمح فيها الحكومة، وبدهم يجهزوا منظومات تعلم عن بعد للجامعات والمدارس احتياطاً. أما بالنسبة لتعطيل المدارس فالوزير حكى إنه ما في داعي كون الوباء عندنا مش منتشر، فما في داعي للعطلة، يعني ما راح يعطلوا المدارس. كيف مش منتشر؟ يعني كيف لا خليهم يعطلوا، عطلوا 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 عطلوا، لازم يعطلوا. يعني ايش يعني هسه وقت العطلة؟ عفوا هسه وقت العطلة استاذ، الان وقت العطلة. خليني احكي بس استاذ كريم، يعني انت قاعد بتقول لي عطلوا عطلوا، طب ما الوزير حكى انه احنا عندنا اصابه واحده وفعليا الوباء مش منتشر، فشو في داعي للعطله؟ والله والله انت شكلك عايش على كوكب اخر. لا شو انت ما بتعرف حجم الصف وكميه الطلاب وحجم الدرج اللي بقعد فيه اربعه بالدرج 50 بالشعبه، بتحسهم بوكس ماسكات 50 بتحسهم بوكس، يعني مش معقولين 50 طالب بشعبه مرزوق. هذا إشي غير منطقي، هذا إشي غير منطقي. جمل واحد المدير نفسه بصير يهرش.